المتابعون نحييكم عبر قمة أخرى تلو القمة، عبر معركة أخرى بعد المعركة. الأبيض النيفاوي أمام أزرق البلوز في هذه المباراة، ثاني مباريات دور الثمانية بعد تأهل الوفا إلى دور الأربعة، مستفيدا من نتيجة ركلات الترجيح أمام فريق شباب الوادي. التماس كانت الكرة طبعا في أقدام اللاعب اللي هو عمر الإدريسي، راسية وفي العارضة، العارضة تصدد لكرة أولى. الخطر يمثله البلوز، الخطر يمثله فريق الأسياد. طبعا المسعودي على تنفيذ هذه الكرة، عبد العزيز يلعبها ساقطة، راسية تحولت باتجاه المرمى، مرت من نواف سليمة إلى خارج أرضية الملعب في منتصف الميدان للاعبي فريق الأسياد. تبقى الكرة للاعب من الحساني محمد ملحومة باتجاه المرمى، جول جول جول. الله على الكرة، تحدي الله على اللعبة، مرت إلى خارج أرضية الملعب. تلعب الكرة الآن ملعوبة مخطوبة وخطيرة جدا عن طريقي، أوهو فرصة تسديدة بالمرمى بالمرمى بالمرمى. وفيصل موفق، دائما موفق موفق يا فيصل موفق، يعطي هدف أول من تصويبة أولى من أول اختبار أمام جواد الشريف أكاديمية النفاوي. الصبر امام الاسياد، فيصل هو العنوان، وموفق وموفق في هذه الكره ارتطمت اصطدمت بالعارض لتعطي عنوان البدايه. النفاوي الم اقل لكم الله 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 الله. ضربتين في الراس تنجح يا البلوز، ضربتين في الراس تنجح يا الاسياد. الهدف الثاني اقل من دقيقة، كرة اللعب ملعوبة. اذا سلطان العب ضربة البداية، استردوا الكرة وانفردوا بها، وسلطان كان ذكيا وضع في الجول، وضع داخل المرمى جول. وكرة اللعب ملعوبة بيني وعمر، عمر يلعبها خطيرة ملعوبة ولا سيار، لا سكوت تسديدة موجودة، والكرة من الحساني إلى خارج أرضية الملعب. سجل جولين من البداية هدفين، وكرة اللعب لا تصل إلى الناحية اليسرى عند ساري، الضغط موجود في الدفاع والصبر موجودة، ينتهي بها شوط المباراة الأول بهدفين لأكاديمية النفاوي على فريق الأسياد، حتى نلقاكم مع بداية الشوط الثاني. إذا مرة أخرى أيها الأخوة الكرام، أيها السادة المتابعون، شوط المباراة الثاني يبدأ الآن. شوط عنوانه كيف يعود الأسياد، شوط شعاره هل يعود البلوز، شوط كذلك قصته كيف يدافع النفاوي، شوط كذلك كلامه كلام النفاوي كيف يبقى ليمر ليقل. اليوم جواد مطالب بالثبات، اليوم جواد مطالب على الاهتزاز، اليوم خالد الراقي مطالب بالوصول، وفيصل القرشي مطالب بالتسديد، سدد كورة القرشي وصلت إلى حارس المرمى سليمة. هذه الكرة في منطقة قريبة من المرمى، والمسعودي من أجل تقليص الفارق البلوز ملعوبة والعتاب، وهناك راية، هناك راية، لقاء يقوده عبد العزيز الشيخ، عالية أمامية ملعوبة، عملية الضغط وكرة، وموفق من جديد فيصل يلم الكرة، دخول دخول دخول، خطورة والكرة إلى ضربة المرمى، الكرة إلى ضربة المرمى. الحكم أمريكا على السياد، بينما أشوف قصار القامة
سلطان العبدلي والعتابي وتسديدة موجودة والكرة لمست في قدم خالد الراقي الذي أراد تعديل مسار هذه الكرة باتجاه الجول لكنها عدت إلى ضربة المرمى عدت إلى ركلة المرمى تلعب كرة أمامية موفق يلعبها تحت للحارضة وهجمة خطيرة كرة الخلاص بتضيع على فريق النفاوي مرت إلى لمسعد لاعبي فريق كلاسيات إلبا وزير حكم المباراة يعطي الاستمرار لعزو عبد العزيز الفنان عبد العزيز المسعودي أيادي المدربين تبان في تحركات اللاعبين في العوامل الفنية جول جول تسديدة بالرأس والكرة برات الكرة عدت على الكرة من نواف إلى من؟ إلى خالد الروقي الذي لعب مكان جميل جدا ملعوبة لكن التغطية الدفاعية موجودة إلى ساري المتراجع شوف رائد يستغل طول القامة إضافة المهارة والسرعة والإمكانيات التهديفية الله 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 تسديدة حلوة للاعب مميز الله عليك الله يا رائد يا سلام ورمي التماس الآن فريق الأسياد أغلقت أمامهم الأبواب فريق الأسياد المهارة اليوم لم تفتح الأبواب المغلقة هذه كرة اللعب يا سلام جميلة ممكنة خطيرة لكن دفاع في النفاوي دفاع والكرة إلى ركلة الزاوية هذه كرة اللعب لكنها ترتد إلى رائف شوف رائف شوف كيف يعمل يتعامل بالثقة شوف يعدي يا عين هذا لاعب مستقبله كبير هذا لاعب قادم جديد هذا لاعب على مكة يبشر بالخير هذه كرة ترجع من دليل فيصل يعدي والضغط موجود والصابرة كذلك حاضرة إلى دور الأربع عبر هذه المباراة سيكون حقيقة هو المستحق عندما كانت النتيجة 2 محمد الشريف العبا بينما عودة لفوزي خلص الكرة فوزي طبعا يعمل على أنه لاعب خلاص انتهت المباراة والنفاوي إلى دور الأربعة والنفاوي أسقط الأسيار في الموقع الكبرى في موقع الدور الثمانية 2-0 كفيلة بأن يلعب فريق النفاوي ضمن المربع الذهبي ألف مبروك للفريق الفائز بهذه المباراة حظ أوفر للفريق الذي يغادر البطولة على سياد يغادرون البطولة وبعد مشاركة كبيرة وبعد كذلك تميز بلاعبين النفاوي اليوم أثبت للجميع منذ اليوم الأول عندما تعادل في اليوم الأول الوالة الأولى وعندما كذلك قرر بثبات أن يمضي نحو أن يكون فريقا يقاتل من أجل لقب الرابطة أيها السادة الكرام شكرا لكل من عمل وشكرا أيضا لكل من جاهد لكل من كذلك قدم خدمات لكي تبع المباريات في هذا اليوم شكرا للمهندس إبراهيم رمضان الذي قدم الجوائز شكرا كذلك لمحلات نجوم العالم التي تقدم الجوائز شكرا لأيضا نجلة إبراهيم رمضان الكابتن رياض رمضان الذي قدم تكريم للحكام أيضا شكرا للإعلاميين شكرا للحكام شكرا للقائمين على اللجان الفنية شكرا لرئيس الرابطة الحاضر ونائب الحاضر شكرا كذلك رئيس المسابقات ورئيس لجنة الفئات السنية حتى نلتقي بكم في المباريات القادمة تقبلوا تحياتي محدثكم سليمان أبو راما شكرا لكم